ربنا يستر. طيب ممكن عشان الوقت برضو ايه عمال يقصر ناخد درس كتاب لو سمحت يا فادي، مرقص 5 ونأبلاي الخمس طرق اللي خدناهم ونزود طريقة أخيرة لو فيكوا نفس، ومش هزود تاني عشان بس ايه نراجع لغاية بكرة الجديد اللي خدناه. مرقص 5 اللي معاه الإنجيل في إيده، وجاءوا إلى عبر البحر. هنقرأ وطبعا لازم بقى نقرأ بتركيز، خلاص عرفنا أنه عشان نعمل أي طريقة من طرق الدراسة لازم القراية بالتركيز وبالراحة، وإلا مش هتعرف تعمل ولا طريقة من اللي قلناها. جاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبلوا من القبور إنسان به روح نجس، وكان مسكنه في القبور ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل لأنه ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يزلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجار. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم: مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أستحلفك بالله ألا تعذبني. لأنه قال له: أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ فأجاب: اسمي لجؤون لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا ألا يرسلهم إلى خارج الكورة. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلين: ارسلنا إلى الخنازير ندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر وكان نحو 2000 فاختنق في البحر. كفاية. يلا مين هيصلي بالنص؟ ها، أول وأسهل طريقة ويمكن أهم طريقة، حط صلاة على النص. أنا مبسوط إن أنتوا بصين كويس، صحيح دي لوحدها معناها اتعلمتوا الحكاية. بصوا تاني، يلا تفضل. يا رب ساعدني أقطع سلاسل وقيود الشر. يا رب ابعد عني الشياطين ومؤامراته. تفضلي. أشكرك لأنك تعطيني سلطان على الحياة والعقارب. تفضل قولها كصيغة صلاة لو سمحت. الطريقة الأولى صلي، يعني تقول أشكرك يا رب لأنك أنت معايا مش عليا. ساعدني يا رب ألزق فيك وما بعدش عنك. طب الطريقة الثانية اكسرسايز، حكاية مجنون الجدريين كلكم عارفين الحكاية. ممكن ناخد اكسرسايز ايه؟ نبطل شغل المجانين. تفضل. يبقى أول ما أحس بمشكلة أجري على المسيح أقول له الحقني، مجرد أي أزمة أصلي بسرعة، دي لوحدها تدريب. هتبان لسه في لماذا، طويلي بالك هنجلها، بس خليها اكسرسايز، يعني عاوزين نحطها بشكل عملي محدد. ها، حد شايف تدريب محدد؟ تفضل. ان انا اقول صلاة يسوع، ما هو اسم يسوع هو اللي فيه القوة. طب ما انا اقولها كتير، يا رب يسوع المسيح ارحم، يا رب يسوع المسيح اشكرك، اقولها كتير. برضو اعملها كتدريب عملي، يعني اللي بتقوله تأمل، تدريب يعني حاجة هعملها بالضبط، فحطها لي بشكل very specific. تفضل. ساعات بتبقى فيه أفكار شريرة كتيرة زي الجؤون كده، فساعتها لما الاقي حرب أفكار دماغي دوشاني كده أسجد وأقول يا رب يسوع ارحم، لما الاقي دماغي تعباني أسجد وأقول كده. ايه تاني تدريب؟ تفضل.
again, please, when we say exercise, we have to make it very specific, practical, not just a meaning. ما لقيت ان انا اقعد كل فتره كل اسبوع مثلا نص ساعه اشوف ايه اللي رابطني، ايه اللي مقيدني، انا ايه اللي مجنني. تفضل. جميل جميل. طيب لو قلت لكم رساله خوف ورساله رجاء، طريقه خدناها اسمها messages of hope ومessages of fear. ايه الجود نيوز في النص ده وايه الوارنينجز في النص ده؟ اتفضل. ها جميل. الجود نيوز ان حاجه معقده خالص وكيس مستعصيه جدا اتحلت بهدوء. الفير بقى الوارنينجز ان واحد بعد عن ربنا بقى مرتع للشياطين، يعني عذاب الدنيا كله فيه بسبب بعد عن ربنا، حاجة تخوف. تفضلي. اول ما نسجد في الصلاة ونتضرع لربنا كل الشياطين تغور، كل الشياطين تخاف مننا. كويس، ده جود نيوز يعني. طيب ناخد حاجة تاني. لمازات. قولي بقى، حطيها لماذا كده. ليه ربنا قالوا له ما تعذبناش فخد على كلامهم، قالوا له ندخل الخنازير دخلهم الخنازير؟ سؤال كويس. حد عنده ليه تاني؟ اتفضل حبيبي. ليه ايه حبيبي؟ لماذا يعني طلبوا ألا يخرجوا خارج الكورة؟ طلب غريب قوي، ما همش جنسية حاجة تانية مثلا. أمل. ها ليه ربنا بيسمح لواحد يسكنه شياطين؟ جميل. تفضلي. ليه سأل ما اسمك؟ لماذا سكن في القبور؟ خليها يعني يسكنوا ويعذبوا، نفس السؤال. طيب اللي وراك معلش عشان نشوف حد تاني. ده سؤال جميل. لماذا لما الرجل قال له خليني معاك على طول قال له لا اذهب وحدث بكام صنع الرب بك ورحبك، على غير عادة ربنا؟ ربنا عادة بيقول ما تتكلموش. الكيس الوحيدة تقريبا اللي قال له روح احكي. انتوا في اسئلة كتير. احنا ها كان مفروض يبعد عنه. ليه ركض ناحيته وسجد ليه؟ سؤال حلو. ليه ركض ناحيته وسجد ليه؟ طب ممكن نجاوب دول لحسن هتبقى زنقة. معلش. ليه ربنا يسوع قبل انه الشياطين يعني خد على طلبهم؟ سؤالين هنا. ليه طلبوا ما يطلعوش من الكورة؟ وليه لما قالوا له ندخل الخنازير قال لهم طب ادخلوا يلا الفتاوي؟ وماله الفتاوي دي كويسة؟ لانه مؤقتا اهو نوع من الرفض لغاية ما يدخلوا جهنم. برافو عليك. لأن تربية الخنازير غالبا في المناطق دي محرمة، فهم كسرين الشريعة، فكان تأديب للمنطقة لأن الخنازير محرمة عند اليهود. ده أحد الآراء، وعشان كده طلبوا غالبا يطلع من بلدهم. حد عنده رأي تاني هنا؟ لا مش بيموت. معرفش صدقيني راحوا فين بقى، لكن اخر حاجه عرفك كان في الخنازير. تفضل. عايز تقول حاجه؟ استنى ما نسمعها. برافو عليك.
دخلتهم في الخنازير اللي صرخت ونطت في المية وغرقت، ورينا بشاعة الخنازير وغرضها من تحطيم أي كائن تدخل فيه. الشياطين أقصد في دخلتها سوري في الخنازير. طيب ليه سأل ما اسمك؟ تفضل. بيبتدي الحوار. ماشي بالظبط كده. التلاميذ اللي حوالين ربنا يسوع مش متخيلين ايه اللي جوه الراجل ده. فلما سمع الصوت الغريب بيقول له اسم لجؤون لاننا كثيرون، اللي حواليه خافوا وحسوا ايه ده في كتير جوه. لجؤون يقال في اللغه يعني كتيبه، يعني عدد ضخم من الشياطين جوه. فهم عشان يتفهموا، فهو بيسأل عشان اللي حواليه، لكن هو ربنا عارف كل حاجة. ممكن ياخدوا أسماء، لكن هي هذا مش اسم، هو مجرد عاوز يعرف الشخص إن مش ده الإنسان الحقيقي، في حد جواه، في حاجة غلط جواه. سؤال: ليه ربنا يسمح للشياطين يسكنوا الإنسان ويعذبوه؟ أنتوا اللي سألتوا، ارفعوا أيديكوا عشان يشوف. فدالي ها، لما الواحد يبعد قوي ويلخبط قوي في الشر بيفتح الباب للشيطان. مع الشيطان ما يدخلش غصب، الشيطان يتعزم، فلما تعزمه يدخل. والمسيح له المجد نفسه ما بيدخلش غصب برضه، بتقول له تفضل يتفضل. طبعا بيتبهدل لان الشيطان وحش طبعا. ليه بقى السؤال بتاع ليه قال له اذهب وحدث بكم صنع الرب بك ورحمك، وعلى غير المعتاد ما قالوش ما تحكيش؟ لان الراجل كان عاوز يقعد معاه، قال له لا خلاص ارجع انت لاهلك واحكي لهم. فدالي دالي. نعم، عاوز يعلن سلطانه على الشياطين، لان المنطقه دي واضح ان مليانه افكار غريبه وناس بعيده عن ربنا. ماشي تفضلي. كويس كويس. ما السؤال ليه الكيس دي بالذات ربنا سمح له يحكي، بينما اغلب الكيسز مثلا بنت يايروس قامت قال لهم ما تحكوش في التجلي، شافوا القيامه شافوا المنظر في التجلي قال لهم ما تحكوش. الابرز يحصل له شفاء يقول له ما تحكيش. اسمعنا حاله الشياطين دي بالذات، قال له احكي. يا جوز ربنا شايف ان الانسان ده صادق جدا بعد المرار اللي شافه، واكتر واحد هيشهد له من غير افتخار من غير تعاجب. في نفس الوقت في اجتهاد تاني يقول هم منعوا المسيح يدخل المنطقه دي تاني، فهو قال يسيب حد بقى يكلمهم عنه، لكن المناطق التانيه لسه يقدر يروحها بنفسه ويتكلم عن نفسه. طيب طريقه، احنا خدنا الخوف والرجاء ولا لسه؟ خدناها. ولماذا خدناها؟ واكسرسايز وصلاه الكاركترز. بس اقول لكم لو فيكم خشياطين مش هينفع. طيب ناخد النص الثاني لو سمحت. يشوع لسه جاد له. اشكرك. ها، في سؤال: لماذا ركض وسجد له؟ ليه لجؤون ده لما شاف المسيح جاي من بعيد جري ناحيته وسجد له، مع انه يعني ما بيحبش المسيح؟ لانه عارف مجده وقوته. طب ما كان يجري الناحيه الثانيه، هيجيبه. ماشي. يا جوز الراجل، بس ما ظنش الراجل دلوقتي فري يعني. نعم. هو غالبا المسيح له المجد في امر داخلي اصدره ليه انه يجي، واخدين بالكم؟ عشان كده قال له استحلفك الا تعذبني. دي معناها كانه المسيح شاور له او استدعاه باي طريقه. فالشياطين جايه خايفه ومرعوبه من ربنا يسوع. يشوع 4 هنقرا نص برضو ايه عشان نشوف ممكن نطلع بايه. كان لما انتهى جميع الشعب من عبور الاردن ان الرب امر يشوع: انتخبوا من الشعب 12 رجلا واحدا من كل سبط، وأمروهم قائلين: احملوا من هنا من وسط الأردن من موقف أرجل الكهنة راسخة 12 حجرا،
وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليلة. فدعا يشوع الاثنى عشر رجل الذين عينهم من بني إسرائيل رجلا واحدا من كل سبط، وقال لهم يشوع عبروا أمام تابوت الرب الإلهكم إلى وسط الأردن، وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد إصبعات بني إسرائيل، لكي تكون هذه علامة في وسطكم، إذا سأل غدا بنوكم ما لكم هذه الحجارة تقولون لهم أن مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب عند عبور الأردن، انفلقت مياه الأردن، فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني إسرائيل إلى الدهر. القصة ببساطة، وقف عند نهر الأردن، خلاص دخلوا خلصوا سيناء وداخلين على الأردن، وموسى مات، فحصل حاجة شبه اللي حصلت من 40 سنة، قدامهم نهر، فربنا قال له أنا هشق البحر قصادك النهر، بس لما تحط الكهنة، دلوقتي في كهنة، كان زمان ما فيش كهنة وقت موسى في أوله، لما تدخلوا الكهنة يدخلوا في نص البحر وهم داخلين المية هتجري منهم، يقفوا في نص النهر ويفضلوا شايلين التابوت والشعب يعدي جنبه، ومن مطرح رجليهم كل سبط يشيل حجر يطلع بيه، يعملوا زي سارية كده أو رجمة من 12 حجر، عشان من ما يجي ولادكم في المستقبل ايه المنظر ده، بابا ده الحجارة اللي كانت من جوه البحر، دليل ان احنا عدينا جوه البحر على رجلين. طبعا يعني نقدر نصلي ونقدر ناخد اكسرسايز ونقدر، انما في طريقة بنسميها ايه، استخرج الوصايا واستخرج الوعود من النص، دي طريقة جديدة، استخرج الوصايا واستخرج الوعود. تعرفوا الوصايا ازاي؟ الاول جاوبوني على السؤال ده، لو وصية تعرفها ازاي؟ فعل امر، برافو، او ايه، نهي، نهي اللي هي لا، يعني لا تقتل، وصية لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، احبوا، امنوا، اغفروا، اعطوا، مش كده؟ يبقى الفعل الامر او فعل النهي بيبقى عبارة عن وصية. طب الوعد بتعرفه ازاي؟ ها؟ مش شرط يكون هيحصل، بس لانه ممكن يكون الوعد له صيغة الاستمرارية، انما الوعد ببساطة هو دور الله، الدور الالهي يبقى وعد، انا معكم كل الايام، دي وعد، مش كده؟ من يمسكم يمس حدقة عينه، تعتبر وعد. لا تخف وصية لاني معك، وعد، فهمت الفكرة؟ اطلبوا وصية تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرأوا، فاهمين فكرة؟ اقرأوا وصية يفتح لكم، فاهمين؟ نتيجة او وعد، لانه ده نتدر ربنا زي هنا في وصية، النص ده صعب بس انا بوريك انه اي حاجة ممكن نطبقها، اي فعل امر مثلا ايه، انتخبوا، امرهم، احملوا، دعوا، دعا، وعبروا، طبعا كل واحدة من دول ممكن تتطبق بس بطريقة ايه، سيمبوليك. طيب عشان اسهل عليكم ناخد نص، اسكيوز مي يا فادي، متى 6:24، متى 6:24 دي من المواعظ على الجبل، ده هيسهل عليكم البحث شوية. طريقة جديدة اسمها ايه، وصية وعد، الوصية ده دوري والوعد ده دور ربنا، الوصية فعل امر او فعل نهي، الوعد ده حاجة تخصه هو، هو الفاعل فيها. يقول ايه من اول 24، لا يقدر احد ان يخدم سيدين، متى 6:24 دي المواعظ على الجبل جزء منها، يعني خليكم معايا انا هقرا ايه وفادي هيطلعها، بس ركزوا معايا، لا يقدر احد ان يخدم سيدين، اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر الاخر، لا تقدرون ان تخدموا الله والمال، لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون
وبما تشربون ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ وانظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحرية أفضل منها؟ من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته زراعا واحد؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو ولا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجد كان يلبس كواحدة منه. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم وطرح غدا في التنور يلبس الله ركدا، فليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل وماذا نشرب وماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم فيما لنفسه، يكفي اليوم شر. وارد the commandment، فين الوصية؟ ده في وصية عمالة لا تتكرر، ها؟ لا تهتموا، لا تهتموا وصية. Do not worry، كررها 3 مرات. وباي ذا واي أكتر وصية ما بنعملهاش، لأن احنا عادة بنهتم، ولأننا ما اعتبرناهاش وصية مش معتبرين كسرها خطية. فاهمين حاجة؟ يعني لا تقتل، لو قتلت طبعا هتحس بذنب لأنك عارف إنها وصية، بس لأن دي أنت مش معتبرها وصية، لما بتقول الهم مش حاسس انها خطيه، لكن هي خطيه. اللي قال لا تزني ولا تقتل ولا تسرق ولا تشهد بالزور، قال لا تهتموا 3 مرات، يعني فرقه معاه قوي الحته دي، ومع كده بنقول الهام. في وصيه تاني؟ حد يلاقي فعل امر يطلع وانزل معانا يا فادي كده. انظروا، برافو عليك. انظروا اللي هي زي فكره تاملوا، جت مرتين، مره انظروا ومره تاملوا، ما دي وصيه برضه. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. طب تعالوا نطلع الوعد، برافو، هذه كلها تزاد لكم. عشان انتوا شاطرين هزود كلمه ثانيه، طلعوا بدل حاجتين 3 اللي هي ايه بقى؟ وصيه، وعد حقيقه، commandment، promise، fact. لانه اسمعوني عشان تفهموا انا عاوز اقول ايه. اغلب الوصايا مرتبطه بفاكتس، واغلب الوعود مرتبطه بفاكت. لو انتوا فهمتوني هتقولوا لي فين الفاكتس اللي في النص ده، ارفعوا ايدكم عشان اشوفوا لي. ماما برافو عليك. مين فيكم لو اهتم هيطول في نفسه حاجه؟ دي فاكت. قاعد ها، طيور السماء لا بتزرع ولا بتخزر وما بتموتش من الجوع، that fact. قولي حبيبي هتقولها بعد. الطيور مش بتزرع ومش بتخزر، كذلك الزنابق يعني. في facts اخرى؟ بس انا عاوز من النص اللي قصادك، النص اللي قصادكم لو سمحت، من 6-24. ارفع ايدك عشان اشوف. في other facts؟ الحياة افضل من الطعام، that's a fact. الجسد أفضل من اللبس، this is a fact. جبت لبس من غير حشو، من غير بني آدم جواه، يعني إيه قيمته يعني؟ أو بتأكل وما فيش حياة أساسا، يعني إيه قيمة الأكل هنا؟ في other facts. برافو عليكي، أول جملة، ما حدش يقدر يخدم سيدين، that's a fact. بصوا بقى عشان تفهموا العلاقة. When you see the fact you understand the promise and the commandment. لأن ما حدش يقدر يخدم سيدين، يبقى ما تفكرش في الفلوس وربنا هيعول همك. ما تفكرش في الفلوس، دي الوصية مرتبطة بفكرة ايه؟ فاكت بتقول أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه، that's another fact. يبقى الوصية لا تهتموا، وتبقى العطية هذه كلها تزاد لكم. يبقى كأننا حللنا، بس التحليل ده يجي بقى على لحظات أكتر زي كده. أي نص خبري أو وعظة تقدر تدور على 3 كلمات، فين الوصية؟ فين الوعد؟ فين الحقيقة؟
كلام ده بقى أبليكابل قوي على رسائل بولس وعلى نبوات العهد القديم لأنها كلها مش حكايات. الحكايات ممكن أقولها وحط نفسي مطرح فلان ليه قال كده يعني، لكن هنا دي طريقة تمشي مع العزات، عزات ربنا يسوع نفسه، عزات بولس أو بطرس، أقعد أحللها. لما يقول مثلا إيه، تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. تسربلوا بالتواضع دي إيه؟ وصية، تسربلوا البسوا التواضع. الله يقاوم المستكبرين دي إيه؟ دي فاكت، اللي منها ممكن تطلع بوعد يعطيكم نعمة. فيبقى أنت بتحلل النص، إيه قيمة الطريقة دي بقى؟ ايه قيمة انك تحلل النص الى وصية وعد حقيقة، النصوص الوعظية او النصوص الخبرية. تفضل. اولا بنتبه لوصايا ممكن اكون نسيها خالص، يعني حتة انظروا او تأملوا دي وصية. طب احنا لما بنشوف عصافير ولا بنفكرش، وبنشوف زرع ولا بنتأملش، ده دي معناها احنا خدنا منها اكسرسايز في نيويورك، كل لما تشوف حاجة خضرة اسمع صوت بيقول لك ما تعولش الهام، يعني هي كده انظروا زنابق الحقل بتقول ايه ما تعولش الهام، ولا سليمان في مجده كان يلبس كواحدة منها، كل لما تشوف عصفورة بتقول لك ما تعولش الهام. ده سان اكسرسايز، بس الاول انظروا دي وصية. ها تفضل. بس احنا في درس كتاب دلوقتي يعني، هو لا معاك حق يعني اكزاكتلي. لا لا يعني انا هاخد منك الجانب الايجابي من سؤالك يا دكتور، انه لما الانجيل يملى عقلي هقدر فعلا اغلب القلق والهم، لان في فاكتس سليمة مستقرة جوايا بتقول لي ربنا واخد باله، كل حاجة ماشية محسوبة، ابوك عارف انت محتاج ايه. فلما الفاكتس تبقى كلير في دماغي الوصية مش هتبقى صعبة. انا واخد الجزء الايجابي من كلامك، ايوه عمليا الناس مشغولة ومهمومة وراها فلوس وراها، ايوه بس الكلام ده يريح والكلام ده يحل المشكلة والكلام ده بس عاوز ايمان. تفضل تفضل. كويس. Thank you. أنا بس يعني سوري مش وقت الأسئلة والإجابة، أنا وقت طريقة عشان بس نطلع بالطريقة. تاني بقول إيه قيمة تحليل أي نص إلى 3 words؟ على فكرة دي عملتها مع الشباب وفي رأيي لقطوها على طول. Commandment, promise, fact. حلل اي نص او عظة او كلام خبري الى 3 كلمات هتستفيد ايه. تفضل. برافو. انه مع الوصية غالبا في وعد، في عطية، فدي بتشجعني على تنفيذ الوصية. لكن وصية من غير وعد يمكن ما اعملهاش. اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض. ها ايه كمان؟ ايه قيمة طريقة الوعد والوصية؟ ها ببساطة هعرف اللي عليا واللي هاخده من ربنا قصاد كده. الوعود دايما ترفعني وتطمني، لان اي حاجة بعملها ربنا بيعمل اكتر منها. الفاكس هي الريزون وراء الوصية. Any truth given هو عبارة عن فلسفة الوصية. ليه بيقول لك لا تهتم؟ لأنه هو مهتم، يبقى الحقيقة الله يهتم. الوصية ما تعولش الهم، والوعد هيجي لك أكتر من اللي انت نفسك فيه. فهمتوا الحكاية ببساطة؟ الحقيقة ربنا هو اللي مهتم، الوصية ما تفكرش زيادة، الوعد هتشوف بكرة
انه بيجي اكتر زيادة تزاد لكم. كل حاجة كده على فكرة في الانجيل، اطلبه تجده. ليه؟ لان بعدها بيقول حقيقة، اي ابن اي اب فيكم ابنه بيسأله حاجة مش بيديله احسن حاجة، ده حقيقة. فقال طب يبقى انا بالاولى كأب هدي لولادي احلى حاجة. فضل لا، بس هنا في آيات خاصة بالأرض، هنا الكلام كله عن الأمور الدنيوية، اللبس والأكل والغد. مش يسيب يا جماعة، خدوا النص زي ما هو، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه، ما تعولش الهم، هي دي الوصية. الكلام بسيط وسهل. أنا برضو ما زلت مش بركز على متى 6، أنا بركز على الطريق. نقول ترتيلة عشان برضو إيه مزاجكم يروق شوي.